هاي. القهوة أشهر من أن تعرف، مشروب يتناولوه الناس بمعظم بلدان العالم، وبتحتل فنلندا المركز الأول عالمياً باستهلاك القهوة بمعدل 12 كيلو للشخص الواحد بالسنة. ظهرت القهوة السريعة للمرة الأولى سنة 1771، بس ما تم إنتاجها بشكل واسع إلا لسنة 1910 بالولايات المتحدة بعد تسجيل براءة اختراعها. وسنة 1674 أطلقت مجموعة من النساء بلندن عريضة ضد القهوة وسلبياتها لأنها كانت تخلي رجالهم ضعاف، بس السبب الأساسي وراء العريضة هو تواجد رجال لفترات طويلة بالقهاوي وغيابهم عن البيت. إنتاج فنجان قهوة بحاجة ل 42 حبة بن، بس كان بيتوفن يحب قهوته تنعمل من 60 حبة. مين قال إنه باك ألف كانتاتا كوميدية بتمدح بالقهوة وباللذة يلي بتعطيها؟ أنا قال. شوفكم بكرة.